إدمان التكنولوجيا هو رغبة في الانفلات من استخدام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية الأخرى إلى حد أنه يعوق الحياة اليومية للفرد. فما هو الإدمان التكنولوجي؟ وهل هو فعلا طفرة تكنولوجية أثرت على المجتمع وعلى الفرد بحد سواء؟ محاورنا اليوم مختلفة، ورح يكون معانا في فقرتنا هذه اللي راح تناقش فيها عن الإدمان الإلكتروني الدكتور وضيفنا الدكتور سليمان العسعوسي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحكم الله بالنور، يا سلام. أنا أولا سعيد جدا بتواجدي في هذا البرنامج وهذه القناة الجميلة اللي أنا أحبها حقيقة. دكتور، عندما تأتي من الصباح قبل أن ندخل في معترك الإدمان الإلكتروني وهذا، تأتي فتصبح عندك ابتسامة جميلة، رايح علشان تؤدي مهمة جميلة جدا للمجتمع. هني تحس بوناسة، تحس بقدر كبير جدا في عطائك للمجتمع. ولذلك عندما يعني خبروني الجماعة أن دكتور نبيك عشان تكلم على موضوع، أنا دائما كل سنة أسوي فعالية، عرفت شلون؟ ما قاعد ما هي أنت ما دام فعال أي لازم تسوي شيء. فالسنة حقيقة فكرنا أن نسوي شيء وايد حلو اللي هو القيام بحملة سميتها الحملة التوعوية الوطنية الثانية لمواجهة العنف ضد الطفل ومخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار شنو؟ شنو شعار؟ إحنا أمانة عندكم. حتى حلو فيها مثل الأغنية، إحنا أمانة عندكم. فعلاً. عرفت شلون؟ هذه 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 حقيقة سبب وجودنا إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة، إلى جانب موضوع آخر سنناقشه لاحقا. أكيد، لكن بالبداية دكتور سليمان، يمكن إحنا بنتناقش، يمكن للبعض يشك إنه أو يشكك في سالفة إدمان التكنولوجيا، يقول ما في إدمان تكنولوجيا. منو هذا؟ منو اللي يشكك؟ وفي البعض هذا المدمن، لأن أقول المدمن. الحين عفوا بهالكلمة، الخمار يقول أكو أنا هذا سكران، ما أعرف إيش سكران. شوفي خلنا أقول لك على شغله. لو نوضح للمشاهدين شنو هو الإدمان التكنولوجي في البداية. إحنا نسميه الإدمان الإلكتروني لسبب معين. الإدمان الإلكتروني، أنت عندما يصبح هذا الإنسان، أنت أنا دائما أحب أبسط الأمور، ما نبي نستخدم مصطلحات علمية وما شنو، أبي الجمهور يحبني، يسمع مني، يتقبل كل ما إحنا نقوله في هذا البرنامج. الإدمان الإلكتروني لما يصبح الإنسان، مو بس إدمان إلكتروني، إدمان كصفة عامة، عندما يصبح الإنسان غير قادر على التكيف والاستغناء عن أي شيء يقضي فيه أكثر من نصف وقته في يومه، يصبح مدمن. من زرب الزقاير للأشياء الكحول، لحتى سوري أكو نقطة مهمة اللي هي احنا نسميه الادمان في العمل اللي هو الوركهوليك. يقول لك هذا وركهوليك اللي هو شنو؟ ماكو شيء سلبي، يشتغل بس لانه يشتغل اكثر من اللازم فلا يستطيع ان يستغني عن العمل، فهو واقع في ادمان ايش؟ العمل. اما بالنسبه للادمان الالكتروني فهو لان هذا الانسان اصبح لا يستطيع ان يستغني عن هذه الاجهزه، ان كان الكمبيوتر مثل انت حاطه الحين انت قدامك، ها؟ اي تابلت عشان تقرين منه وهذا. نعم. ولد عمي هني حاط كمبيوتر، هذاك وليدي حاط موبايل تو طلع عشان يتصل فيه، ها؟ هذه اجهزه الكترونيه، هذا هو ادمان الكتروني. انا اسالك، انت تقدرين تستغنين عنهم؟ في حياتنا اليوميه لا نقدر. السؤال شوفي، انا الحين بصير مذيع وانت ضيف، تقدرين انت او المشاهدين او المخرج اللي قاعد يسمعني وقاعد يضحك فوق الحين، تقدرون تستغنون عن الاجهزه الالكترونيه؟ لا ما تقدرون. اذا شنو نسوي؟ هل احنا نقول ما نبي اجهزه الكترونيه، ما نبي اجهزه تواصل في المجتمع؟ ما يصير، هذه حياتنا، مستقبلنا اصبح جزء من هذه الحياه. نعم. لكن هل نستطيع ان نتحكم فيها؟ يس. هل نستطيع ان نرشدها؟ يس. هل نستطيع ان احنا نعلم اولادنا كيفيه التعامل باستخدام هذه الاجهزه؟ ثلاث يسات. يعني نعم، نعم نعم نعم. وهذه واحده من اهداف شنو؟ الحمله اللي احنا نسويها، الحمله الوطنيه لمواجهه الادمان الالكتروني. اذا الادمان الالكتروني موجود، عشان نقوله بتلخيص، عندما يستطيع الانسان عدم الاستغناء او الرضا عن اي شيء في حياته ومنها الاجهزه الالكترونيه، يصبح مدمن الكتروني ويصبح مريض. انزين، احنا لو بنتكلم دكتور الحين، المدمن او اي مشاهد قاعد يشوف هذا اللقاء ويبي يعرف هل انا مدمن الكتروني ام انا شخص طبيعي واستخدم الاجهزه الذكيه بحكمه، يعني شلون؟ شنو وايد سهل، مثل اللي يسمونه الاعراض. الاعراض اي، شلون اعرف؟ اي الانسان طبيب نفسه، هذه خذوها مقوله جميله جدا. حتى لما تروح انت للطبيب، الطبيب ترى ما يعرف كل شيء، يشخص الشخص. التشخيص هو شنو؟ هو عفوا، التشخيص هو فيها يعني ان شاء الله يمكن يكون كذي
او احتماليه ان يكون كذي لان الاعراض اللي عندك كذي. لكن 100% ما يعرف اي شيء عن هذا المريض الا ربه وهو. انا اللي عندي الاحساس، انا عندي الاعراض اللي قاعد احسها، يمكن اعراض مو واضحه جدا للطبيب ولكن واضحه عندي انا. فالانسان طبيب نفسه، مكتشف نفسه، عارف نفسه هو مدمن ولا لا. طيب شلون؟ شلون؟ لما ياتي احنا علشان نتكلم في هذا الشيء خلونا نتحدث عن شيء وايد مهم اللي هو شنو الاعراض اللي موجوده عند المدمن؟ صح. طبعا تختلف الاعراض حسب طبيعه الانسان، عمر الانسان، حجم مواجهته لمعايشته لهذا النوع من الادمان، عرفت شلون؟ يعني تلقين واحد، خلنا اقول لكم على قصه جميله، خلنا نختصرها عشان المشاهد شويه يستانس ويانا، احنا من الصبح الحين جايين ادمان الكتروني وما شو، خلنا نونس الناس، بس لازم نعرفهم ونثقفهم، شلون؟ شلون؟ احنا الحين قاعدين لا اله الا الله حوالي 5 6 في هذه الصاله، خلنا نعتبر نفسنا عائله، زين؟ جميل. عائله ابو حمود. زين؟ او عائلة ابو عبد الله عشان يصير علي انا، عشان ما حد يقول والله هذا ابو حمود واحد ثاني. عائلة ابو عبد الله، ابو عبد الله رجل زوج ومع زوجته ومع بناته الثنتين ومع ولده، ولده الصغير. من بداية الصبح وهم قاعدين الحين، زين؟ فأي الولد شو اسمه راشد فرضا. اي راشد يستخدم بالتلفون، يبا يمه ترى انا اليوم لا تنطروني على الغداء، الحين هم قاعدين ترى ماكو بينهم، ها احنا قاعدين ما في مسافه ولا حاجه، عشان نبين شنو التاثير. انا يمه ترى لا تنطروني على الغداء لان انا عازمني الخلود ولد خالتي ونبي نروح مع الربع نتغدى في المطعم. ترد عليه الام كاهم، ما تقول له كذي طالعه، لا طالع. ولدي يعني من انت جاي على الغداء؟ مع ان اليوم مسوين مكبوس لحم اللي تحبه. يلا مو مشكله، انزين سلم على خلود وخليه يسلم على امه. تشيك يدخل الوالد، ترى هذه قصه حقيقيه ما بسويها انا مسلسل، ايه سمعتي؟ يدخل الوالد، هلا 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 راشد شلونك؟ انزين مو معتاز فلوس؟ اذا معتاز فلوس عشان تروح المطعم. يرد عليه رشود شو يقول له؟ لا والله يبا الحمد لله عندي خير، الله يخليك على راسنا احنا. فخلصت السالفه. الحين كلهم قاعدين، ما كل حب اللي كان اول موجود، ما في التواصل، ما في التواصل الروحاني. نعم. هذا شو سمينه؟ مرض ولا مو مرض؟ مرض. هذا مرض. نعم. هني احداثيات اعراضه واضحه المعالم. ما في يا جماعه الخير، انا بقول لكم على سالفه عشان انا احب ادخل سوالف في العمليه العلميه. انا وعيالي وبناتي يمكن الحين يطالعوني، اعمارهم كبيره يعني 21 و22، مو صغار مو يهال. دائما اقعدهم على حضني، اشبقهم من الصبح، ابوسهم، احضنهم. نعم. هذا الحب الكبير يولد مساحه من التعاطف والتقارب الروحاني في العائله، ولذلك تلقاهم دائما مبتسمين لان ابوهم دائما مبتسم. او يمكن يحسون يكون بعد مثل هذا النوع من التواصل اللي حضرتك دكتور يمكن قاعد تتكلم عن اضرار التكنولوجيا اللي موجوده، اللي يمكن حطت حاجز حتى بين اولياء الامور واطفالهم، بحيث صارت العلاقه متباعده. صحيح. لكن الحين احنا قاعد نتكلم في وقت وزمان الجيل مختلف تماما، حتى يمكن ثقافه او جيل الاهل اختلف تماما عن السابق. احنا اللي سويناه. احنا اللي بنينا هذا التخلف هذا الحين يعني. بالنسبه للاهل اللي فعلا يمكن قاعد يواجهون هذه المشاكل، انه خلاص ابنائهم صاروا مدمنين على هذه الالواح الالكترونيه او الاجهزه الالكترونيه بحيث انه ما في تواصل، شو يسوون؟ شو يسوي؟ شلون يطلع ابنه او بنته او هو من هذا الحاله؟ نسميه سندروم، عايش في سندروم الاعراض ايه او في القاع. في القاع. انا اقول لك قبل ان اتحدث على هذه النقطه الوايد مهمه جدا، خلينا نتحدث شنو الامراض. امراض ال 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 اللي تواجه المدمن او امراض الادمان الالكتروني. نعم. هناك امراض عديده جدا، صحيه، اجتماعيه، تربويه، نفسيه. الله ايش كثر. اي انا احطها في مقوله صغيره، انا احب لاني اعلامي صحفي احب المانشيت، اكثر من 30 ها مرضا في جسمك. الله والله يخوف، تصور ان عندكم اكثر من 30 مرض في جسمك من ناحيه صحيه. تبدأ بالسمنه، من كثر ما هو الواحد يقعد، هذا المستخدم للاجهزه الالكترونيه يقعد اول شيء بالصاله، اهم شيء عنده شنو؟ اول يا ميري سوي لي كيكه،
لا تعالي على ما يريد تسوي لها كيكه بيلها نص ساعه ما يمدي إيه؟ الو لو سمحتوا دزوا لي كيكه ودزوا لي حلويات اي هذا العنوان سهل عمليه الوصول اذا سمحتوا اذا في عندكم شيء جديد نعم عندكم يبوا خلينا نجربه الحين يابا رشود حق البيت من اللي قاعد وياه رشود وحمود وامه وهذول هذول وانتفخوا كل واحد كرشيته صارت لكبرها سمنه اصبحت مرض الكويت من اكبر الدول الموجوده في العالم فيها السمنه السكري انتشر السكري ايضا من استخدام الاجهزه والادماء الالكتروني ليش؟ لانه ما في حركه ما في نشاط كل واحد لا اقول لكم على شغله وايد حلوه سمعوها اول عيالكم وجربوها شوفوا عيالكم مو اول يقعدون بالصاله ويتكلمون بالتلفون او بالالبات بالشغلات عدل؟ ايه عدل الحين لا وين الدور؟ وين عزوز؟ عزوز يبا ما ادري وينه روح شوفه بالدار متلحف بالالحاف متلحف بالالحاف الشيطان وحاط هذا ما تشوفين الا لما تشيلين الالحاف طالعين اكوليت ازرق مال 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 يعني مال تليفون ها عدل ولا مو عدل؟ صحيح انا صح كلامي؟ صح فاصبح الان شنو؟ اصبح الان عندك السمنه، عندك السكري، عندك حتى التخلف يمكن ويكون الشخص منعزل دكتور هذا من الناحيه النفسيه احنا من قلت لك من الناحيه الصحيه صحيه نعم اصبح عنده هناك عمى بالعيون نعم في مرض في الاذون في عنده تخلف عقلي نعم اصبح هذا اشعاع انت قاعده تواجهينه حبيبتي يعني شيء مو طبيعي نعم هذا من الناحيه الصحيه كم يعني انا مختصر شديد اشياء مختصر نعم الناحيه النفسيه انت اصبح عندك اكتئاب صار عندك وحده صار عندك انعزاليه صار عندك انطوائيه صار عدوانيه الله اي بس دكتور ما اقدر اقول مثلا ان يمكن الادمان الالكتروني فيه جانب ايجابي على الاقل يعني خلينا احنا بعد لا عشان لا تقصرين لا تقصرين اللي عندي انا اعرفك انا ادري لا صبري في شغلات وايد مهمه علشان نكتب الموضوع التكنولوجيا مهمه في الحياه خلنا اقول لك على شغله بنت عمي شوفي بنتي احنا لما اني قلنا الناحيه الصحيه والناحيه النفسيه اكو ناحيه اجتماعيه اصبح هذا الرجل او الولد او الشاب ما يقبل بالمجتمع يبي يصير بروحه صار عنده شنو صار عنده السرقه صار عنده الجريمه وصلته قام يطالع افلام داخل الجهاز هذا قام يشوف افلام اباحيه صار عنده حب للجنس صار في تملك ايه لا تستحون مني انا اتكلم بشفافيه خلونا يا جماعه الخير اذا نبي نعالج شيء نواجهه خلونا نواجه هذه المشكله الآن أصبحوا أولادنا عمرهم 9 سنين نعم. بعمر 20 سنة نعم. يعني هذه بنتي هذه يعني ال- 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 أشياء مثلا هي الأمراض الاجتماعية أشياء النفسية أصبح الإنسان العفو خلينا نتكلم على الأشياء التربوية خل الإنسان الآن أول لا إله إلا الله إذا طلع مو ذكي طلع ناجح إيه؟ الحين صار في عندك شنو صار في عندك تسرب صار عندك في تدني في التحصيل الدراسي ما صار في عدم انتباه صار في ضعف في الذاكره صار في ضعف بالهويه الله اي وانت قلت 30 مرض انا قاعد اعد الامراض هذا ترى انا ما اعطيتكم الباجي هذه الامراض الرئيسيه نعم. لكن دكتور احنا يمكن البعض يقول انا ما ابي اقول ان او القي اللوم كامل على التكنولوجيا ان هي المسبب لكل هذه الامراض او كل هذه المشاكل سواء كانت مشاكل صحيه او نفسيه لان البعض يمكن يكون مدمن على التكنولوجيا لكن بطريقه مثلا قاعد ايجابيه او زينه لانه يستخدمها مثلا للدراسه للبحوث لاخذ معلومه مفيده حلو انا فهذا يعتبر حتى ادمان بطريقه خاطئه لا انا خلنا اقول لك على شغله انت ما قلتي لي يعني شنو رساله الحمله؟ رساله الحمله الوطنيه التوعويه الثانيه لمناهضه العنف ضد الاطفال ومخاطر الادمان الالكتروني احنا امانه عندكم هي ان نخلق جيل واعد طيب ممتاز من الطلبه ومن عيالنا بحيث ان نعلمه شو نعلمه هذا اهم شيء العلم والثقافه والتوعيه هذول 3 نقاط مهمه ذكروهم من هالحلقه هذه نعلمه كيف يستخدم هذه الأجهزة مثل ما بدينا في البداية شن قلنا هي جزء لا يتجزأ من منظومة حياتنا صحيح. الآن أصبح عندنا الإنترنت مهم في حياتنا كمكتبة عامة أول كنا نستسقي المعلومة من المدرسة ومن المعلم ومن المكتبة الآن أصبح عندنا سهل بين إيدنا في أي وقت اللي هو نظام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية حلو الكلام؟ حلو الكلام إذن مهمة جدا عندنا هذه
الأمور. ولكن علينا واجب من خلال رسالتنا في هذه الحملة أن نعلمهم كيف يستخدمون هذه الأجهزة. طبعا هناك طرق عديدة، احنا ما عندنا وقت ان نقولها لان برنامجكم ما شاء الله صغير، انا يبي لي 3 أيام مو ساعة. النقطة الثانية ان تبون شغلة معينة جدا اللي هي ترشيد وتوعية ترشيد استخدام هذه الأجهزة. مهم جدا، هذه رسالتنا في هذه الحملة، نعلمهم ونوعيهم ونرشدهم. كله حق الأطفال ولا أولياء الأمور؟ موجهة الحملة لأولياء الأمور. إحنا الطفل يا بنتي حسب القانون العالمي الآن هو لغاية عمر 18، ترى مو ياهل. صحيح. أول نقول هذا ياهل عمره 7-8 سنين، لا، لغاية 18 سنة هو طفل. طفل. حتى في سن المراهقات الثلاثة، عرفت شون؟ بعد ذلك يدخل إلى الإرشادية والرجولة وغيرها والتنشئة. إحنا قاعدين نتكلم نقول حتى الشاب، حتى الريال العود، حتى المرأة، ترى أنا مو بحط حق ترى الحريم أكثر من الريايل، هذه ربالكم، أنا مناصر للحريم لحقوق المرأة، ولكن البنات والحريم أكثر استخداما لهذه الأجهزة وأكثر تأثرا وضررا منها. حتى الحين دكتور، معنا احنا نشوف الحين الشباب لا ما يستغنون عن، والله ما تدرين بنتي انت قاعده في محفل صغير. انا اتمنى لو عندكم هذه النظاره اللي تروح حق كل العالم في بيوتها وتطالع، تروح حق الناس اللي يشتغلون. تطالعين انت الحين جالس، يعني الحين عمل 8 ساعات، ايه 5 ساعات ونص ترى تليفون وكمبيوتر، ساعتين شغل وساعه يروح يتغدى ولا يتعشى، هاي حقيقه. أكثر من نص يومك أنت قاعدة تقضينه بنت أو صبي، شاب أو كهل، امرأة. الحين حتى العيايز، أو الحين ويدتي الله يرحمها، أصلاً هي ما لحقت على هذا، كان صارت مثلهم. الخدامة صح، ما عامل النظافة بياع، أنا يسلها ما أدري شنو وينظف، وتلقى الكل قام يستخدم. ألو أصبر خلنا أقتل بيه مال الخمام، حقيقة ولا لا؟ نعم، لازم نواجه. إحنا في سندروم، في تظاهرة كبيرة خطيرة، في ظاهرة خطيرة اسمها الإدمان الإلكتروني. ما نبي نقول إحنا ما نستطيع أن إحنا نستخدم الأجهزة، ولكن يجب أن نتعلم كيف نستخدم هذه الأجهزة. نعم، يعني بالنهاية الحملة الوطنية اللي حضرتك قاعد تقوم فيها دكتور سليمان، يمكن مثل ما تفضلت ما هي موجهة بس بشكل، إحنا يعني الأساس مالنا الطفل، الطفل، لكن ممكن أشخاص تانية تستفيد طبعًا من طبعًا هذه طبعًا الحملة. طبعا أنت لما تبين أكل تعطيني اليهال، بس أنت تخمي لك شوية من مال البيت. والحملة راح تكون متى دكتور سليمان؟ إحنا طال عمرك إحنا الآن في بداية شنو؟ في بداية تكوين إنشاء هذه الحملة. طبعا ودي اذكر بهذه المناسبة دعم كبير جدا من 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 اختي الدكتورة منى الخواري، اللي دائما حقيقة اشهد لها بانها داعم جيد، وهي طبعا نائبة رئيس مجلس حماية الطفل. نعم. وهذا شيء جميل حقيقة، هي في وزارة الصحة، وبديت انا وياها نتحدث من عدة اشهر، وحطينا آلية معينة، لكن الان واقولها قدامكم وأتمنى أن تنقل هذه الرسالة من هذه القناة إلى أولاً أصحاب القناة ثم إلى الآخرين. إحنا عندنا مشروع أمة، هذا ليس فعالية يا جماعة الخير، هذا مشروع أمة، مشروع بناء أمة. هذا المشروع اللي هو مواجهة مخاطر الإدمان الإلكتروني الذي هو أشد فتكاً من أي إدمان آخر في هذه الحياة. ليش؟ لتواصله، تجسيده، تقاربه من الإنسان. فأنا أقول من هذا المكان الآن في هذا الصباح أناشد جميع أصحاب القيادة أيا كان مراكزهم، هذا المشروع مشروع أمة، مشروع دولة الكويت، إذا تحبون الكويت فعلا أيا كان مركزهم، أنا أناشدكم وأطالبكم من الآن، يجب مد العون ودعم هذا المشروع دعما كاملا. انا اخو عندي فليسات بس ما انا اغنى من الحكومه، لا. اتمنى 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 انا بوصل هالرساله ولازم يسمعونها. اتمنى ان الجميع، من هو كان اخوي مرزوق الغانم، اخوي الكبير جابر المبارك، الناس الكباريه، انا ابيهم البنوك يتعاونون، لان هذه عفوا ترى هو مو فعاليه يومين ثلاثه ويخلص، لا، هذه مستدامة. احنا نعم. مستخدمين، احنا عندنا نظام يسمونه دوز سيستم، اللي هو نظام الجرعات المتنامي، ابجريدنج دوز سيستم. نعم. يعني سنبدا ب3 شهور ثم 6 شهور ثم 9 شهور ثم سنه. نعم. يمكن تصير سنتين.
ما ندري، فمحتاجين إلى دعم. صحيح. هذه نقطة وايد مهمة جوهرية. متى نبدأ؟ عندما يكون عندنا، إحنا جاهزين الآن كفكر، كتجهيز أيديولوجي، كاستراتيجية، كخطة، كآلية للتنفيذ، موجودة عندنا رؤوس الأقلام وعندنا هذا. متى نبدأ؟ نبدأ عندما تأتي القريشات عشان نحط الميزانيات، هذا نسوي تفعيل وأنشطة وبرامج لهذه الحملة. من لو نتكلم عن شوي يعني تفاصيل الحملة، هل هي راح أو خلينا نتكلم فعالية، إحنا ما نقول إن هي حملة، هل راح تكون مثلا تتضمن ورش عمل، بعض الأنشطة طبعاً طوال السنة راح تتجهون مثلا الحين يعني دكتور إحنا داشين ما شاء الله في بعض الطلبة قاعد يخلصون اختباراتهم، راح يدشون الحين في فترة الإجازة. بالضبط. هل أنتم في بالكم هذه الفترة حابين تسوون فيها بعض الأنشطة أو الفعاليات؟ شوفي بنيتي، خلينا أقول لك على شغلة. احنا من وانا من معروف بهالشغله هذه، انا احب التخطيط، التخطيط والاستراتيجيه واليه التنفيذ، الشغل الحلو الجميل، تخطيط اللي حلو اللي تبدعين فيه، تكوين مؤسساتي مو رمزي. احنا دائما نقول نتبع الظرفيه وردود الافعال في كل قضايانا واعمالنا، لا 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 ما نبي احنا هذا. احنا يجب ان نبدا هذه الشغله، ترى ما صار لها يوم ولا يومين، هاي صار لها فترة وهذا المرض صار له فترة، ما نأتي اليوم الحين في دقائق ونقول يلا خلينا نقز إبرة علشان إيش ونحل، لا لا هذا مو هذا. يجب أن يكون موضوع استراتيجي، موضوع مؤسساتي، موضوع فعال مخطط، لا آلية لا خطة لا استراتيجية. فأنا ضد الأشياء السريعة، من يأتي سريعا يموت سريعا. نسوي شغلنا، نشوف الدعم، احنا راح نروح المدارس، وانا ما شاء الله قريب من وزاره التربيه لا اله الا الله، الحمد لله، من حوالي سنه 1981 قبل لا تنولدين، عرفت شلون؟ فسوينا لهم فعاليات، سوينا لهم نشاطات، سوينا لهم اوبريتات. انت ترى ملحن كاتب اغاني الحمد لله، الحمد لله يا رب. يمكن ما تذكرين مسرحيه، عند مسرحيه طماشه، هذا برا الموضوع بس عشان اعلمكم، سويت التلحين المسرحيه، ويمكن احسن اغنيه كانت ولا تزال الحين مشهوره، الفيل كبر يا ناس قام يكسر ببيتي، ادري تعرفونها، قاعد تضحكون ادري. شوفوا هذه واحده شغله مهمه جدا، ان احنا يجب ان يكون عندنا منظور استراتيجي تخطيطي سليم. ولذلك متى ما كان هالموجود وجود دعم، نعم، سنبتدي، سننزل للمدارس، نعم، سنذهب الى المولات. انا مسوي اغنيه او اوبريت داخل هذه الحمله اسمها احنا امانه عندكم، من هذا استسقيت المعلومه، نعم، هذه أغنية كلماتي وألحاني وأداء ولدي عبد العزيز، عرفت شلون؟ عمره 12 سنة، الله يخلي عيالكم اللي يسمعون إن شاء الله ويشاهدون، ويا مجموعة من هذا مدتها 15 دقيقة. سننزل إلى الأسواق، سننزل إلى المدارس، سننزل إلى المولات، سننزل إلى النوادي، نذهب أينما وجد الإنسان، علشان هذه الرسالة موجهة لمين؟ نعم. لهؤلاء. نعم، يعني دكتور الحديث معاك يعني لا يمل، وفعلا يمكن احنا في بداية بلشنا في موضوع الإدمان الإلكتروني وشرحت بطريقة جدا جميلة ما هو الإدمان الإلكتروني، وفعلا يمكن يسمى هذا إدمان العصر اللي احنا عايشين فيه. فكل شكر لك يا دكتور سليمان العسعوثي على تواجدك معنا، سعدت. احنا ما تكلمنا بالشق الثاني اللي هو الشق اللي احنا اللي هو ابتكار الحياة السعيدة، شو انتم خذيتوا الموضوع كذي وخلصتوه من بعد الإدمان؟ يمكن احنا هذا لأن الموضوع الإدمان فعلا محتاجة هذا التركيز منا، وحملتكم وفعاليتكم محتاجة هذا التركيز ونركز. لا بس على أتمنى أن أنا صراحة أنا جيت هنا علشان موضوعين، أتمنى المخرج يسمعني ويعطيني حتى المساحة صغيرة، لأن يعني أكو ناس قاعدة تنتظر. تفضل يا دكتور. صراحة يعني ما يصير الشق الآخر، الموضوع الآخر اللي هو ابتكار عندنا مجموعة اسمها مجموعة ابتكار الحياة السعيدة. أنت تستطيعين تعيشين في هذه الحياة بدون حب وسعادة؟ لا ما تقدرين. هذا مفهوم جديد، هذه مجموعة أنشأتها الأخت الفاضلة الأستاذة منى اللغاني، يمكن وكيل وزارة التربية السابقة، نعم، وهي مجموعة من المختصين حقيقة في الأمور الحياتية والتعليمية والتربوية والاقتصادية، وفيهم كثير من الدكاترة وفيهم يعني باحثين، وأنا انضميت إليهم مؤخرا حقيقة. أنا على عجالة لأن ما عندكم وقت. تفضل. الحقيقة أن هذه المجموعة مجموعة جميلة جدا، هدفها الأساسي هو رسم الحب والسعادة في محيى الناس. لابد أن كل إنسان في هذا المجتمع، كان فردا أو عائلة، امرأة كانت، أخا أختا، يجب أن يكون الحب هو عنوان السعادة، وهو عنوان الأسرة، وهو عنوان المجتمع. فهدفنا أن رسم هذا الشيء من خلال طبعا أهداف كبيرة جدا، من خلال
معلومات راح نقدمها وحوافز ونشاطات وفعاليات. يعني شيء وايد وايد جميل جدا ان يعيش الانسان هذا الحب وهذه السعاده. انت الحين خلنا اقول لك على عجاله، وايد عجالات عندنا الله يهداكم، لازم اي اكيد للمكان بس مكانك. بس احنا على شيء من السريع، فاقد الشيء لا يعطيه، يجب ان تكوني انت سعيده من الداخل حتى تستطيعين ان تعطيني السعاده وتعطيني الحب. احنا في بدايه الامر لما قلت انا احب عيالي واقعدهم بحضني وابوسهم واحتضنهم، قاعد ابث هذا الحب وهذه السعاده في قلوب هؤلاء البشر وهذول الناس. فهذه المجموعه الحمد لله الان قاعده تزيد اهدافها، قاعد نحط استراتيجيه ان شاء الله قريبا جدا إن شاء الله. وخطه على اساس ايش؟ على اساس نفعلها وتكون ان شاء الله مفيده للمجتمع الكويتي. هذا يعني بصوره بسيطه، كان ودي ان اقول اكثر ولكن اكيد دكتور طبعا لنا اكيد لقاء ثاني معك في هذا الموضوع، ويمكن احنا تحمسنا ك يعني كفريق في لازم تحبون بعض. سمع الكلام انا اقولها لكم الان، خلي يسمعني المخرج، خلي يسمعني كل واحد، وجهوا لك كل تحيه، حبوا بعض. الحب انشروه بينكم اول شيء، بينكم بين انفسكم بين ذاتكم، انشروه بين اهلكم. شفتوا انتم الحين المجموعه الحلوه الجميله اللي قاعده تشتغل. انا اود ان من اللي واقف على الكاميرا، من اللي ورا اللي قاعد يمنتي، من المعد اللي اتصل فيني، من المخرج اللي فوق رب العمل، كلكم اسره جميله. اذ لم تتحابوا لم تنتجوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بينوا الحب وضحوه، اذا اردتوا ان تبينون حبكم تحابوا بينوا هذا الحب. انا اقول حق زوجتي انا احبك، اذا ما اقول انا احبك واعطيها ورده، حب يا اخي مرتك، بوسها، احضنها من الصبح، احضن عيالك، ارسم البسمه على وجوه، حتى في العمل، حتى في الشارع لما تمر لازم تترك بصمه. صباحك الله بالخير ابو خالد، هلا هلا طال عمرك، هلا ابو عبد الله. حلو جميل جدا هذا الانطباع، هذا الجمال اللي كان عندنا ترى بالكويت ايام قبل. صحيح. انا ترى مو عود بس حضرت هذه الامور. فاتمنى ان شاء الله اتمنى ان يكون هذا هو عنوان الحب، عنوان السعادة وعنوان الحياة والمجتمع. وفي هذا الكلمة دكتور أتوقع الختام، ما أقدر يعني أختم في أفضل من هذه الكلمات اللي حضرتك. ابتسمي يا سيدتي. طبعا الابتسامة هي دائما مفتاح كل، أو نقول هو الدواء لكل داء أكيد الابتسامة. أنا بقول بس قول بنهاية الكلام لابد أني أشكركم، هذا الشكر واجب جدا، من لا يشكر الله لا يشكر، من يشكر الناس لا يشكر الله. وأبد على إيدكم حقيقة، وأقول حق كل واحد إذا أشوفه قدامي الآن، أنت تعمل، أنت صانع، أنت واحد من هؤلاء الذين يصنعون الحياة والسعادة في هذا المجتمع. لا تقف واقفا هكذا بدون ابتسامة، انظر إلى نفسك، أنت رجل أو امرأة في غاية القوة، أنت باني، أنت قاعد تبني، حتى اللي حاط الحين الماي ودخل علينا توه، أنت باني لهذه المجموعة من الحياتية. حبوا بعضكم يا أخي، علمونا شلون ترسلون الحب من خير، من خلال شنو تعاملكم مع البشر. طبعا اكيد. وشكرا جزيلا لاخواني في هذه القناه الجميله، لنا لقاء ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله. اكيد قريبا. كل الشكر لك دكتور سليمان العسعوسي على هذا اللقاء. بس مره ثانيه لو سمحتوا اعطوني مساحه اكبر، ترى انا معروف أكيد. انا يعني غني عن التعريف في الكلام. نعم اي، فتعطوني هذا كيف ما تونس ترى ما داعي دكتور، ان الموضوع يعني احنا اكيد لنا وقفه لك معاك ولقاء اخر اكيد ان شاء الله في المستقبل. الله يسلمك يا دكتور، سامحوني على ترى انا وايد ترى بسيط و بالعكس دكتور استمتعنا ونشرت الطاقة الجميلة والإيجابية والابتسامة على وجهنا كلنا. شكرا لك دكتور. الله يسلمك. مشاهدينا بابتسامة راح نطلع فاصل ونرجع لكم.